هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديد. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. يقول صاحب القصة: أنا إنسان في حالي وحياتي ماشية طبيعي، ضحك وسفريات وناسة، أطلع مع أخوياي وكل شيء كان توب التوب، إلين ما دخلت حياتي بنت كانت عندي من الأصدقاء، وكان كل اللي بيننا تبادل في اللايكات والكومنتات، إلين ما جاء يوم من الأيام وعلقت على صورة أنا كنت حاطة، ومن وقتها انفتح الباب وصرنا نسولف ونعلق عند بعض، وأنا بصراحة يعني كنت أغلب الوقت أطقطق عليها، يعني ما كان في بالي فكرة إني يكون في حياتي علاقة حب، بالعكس كنت دايما أفكر في وقتي وين حروح مع أخويا ومع مين رح أجتمع، وين رح أطلع، وين رح أقضي يومي. المهم مرت الأيام، ويوم حسيت إن السالفة فيها حب وهي بدأت إنها تلمح وصارت ترسل أغاني وتهديني كل شوية وتسأل عني، أبغى أكون صريح معاكم، أنا إنسان أول مرة في حياتي أحس إني مهم بالنسبة للشخص، بس أنا من جوايا كنت رافض فكرة الحب هذه، لأني أصلا إنه هم وغم، عارف إنه التعلق على الفاضي، وما كنت أبغى الشي هذا يصير في حياتي أبدا، كنت أتمنى إنه في يوم من الأيام أتزوج زواج تقليدي بدون ما يكون لي أي علاقة سابقة. فلما شفت إن الموضوع وصل لهذا الحد وإن الشيطان شاطر وأنا بديت أحس بمشاعر غريبة إنه الشخص يهتم فيني، قررت إني أحذفها. إيه حذفتها عشان ما أخلي مجال للشيطان، وعلشان حتى ما أتعلق فيها أكثر ولا هي كمان تتعلق فيني. لكن اللي حصل إني يوم حذفتها لقيتها رسلت لي في برنامج ثاني وراسلة كذا رسالة تقول لي ليش حذفتني، وقعدت تترجاني إني أرجع، وإنه خلاص يعني مو لازم تكون علاقتنا حب، نخليها صداقة، وجلست تقول كلام كثير. هاللحظة أنا قلت عوافي، يعني خليها صداقة ومع الأيام رح تطفش مني، بحكم أني كنت ناوي أغير أسلوبي معها وأكرهها فيني، لأن إذا جينا للحق ما في شيء اسمه صداقة بين بنت ورجال. أخذت لها كم يوم كده عادي، وبعدها رجعت لنفس الموال، بدأت ترسل أغاني إهداءات كيفك وش أخبارك إيش أكلت متى نمت متى صحيت، وأنا مطنش، ولو رديت عليها بعد 3-4 أيام أرد عليها بجفاف، لأني كنت ماخذ قرار ومصر إنه هذه البنت ما رح تدخل حياتي أبدا، وكان في اعتقادي إني رح أقدر أخليها هي اللي تحذفني. بس اللي حصل مع الأيام ومع الكلام الحلو اللي كانت ترسله ومع الإصرار اللي كان جوايا إنه هذه البنت ما تدخل حياتي، تحول لشيء ثاني، صرت أنا اللي أسأل عنها وأنا اللي أكتب لها كلام حلو، صرت أنا اللي أشتاق لها وأحس إنها إذا اختفت الدنيا تظلم في عيني، خلاص ما عاد أبغى شيء من ذي الدنيا غيرها. استمرين على هذا الحال تقريبا 3 شهور، مرت أيام كنت أحاول إني أسحب نفسي من حياتها بأي طريقة، لكن كنت أضعف وأرجع بشوق أكبر من اللي قبل، كانت مسيطرة على تفكيري وعلى حياتي بشكل كامل، قد ما سويت إني أنا أشغل نفسي ما قدرت، دخلت نادي وصرت أحاول أطلع مع أخوياي، لكن ما في فايدة، طول الوقت عقلي وقلبي معاها. المهم إنه استمرينا تقريبا 3 أشهر إلين ما جاء اليوم اللي اعترفت بحبي لها. أما بالنسبة لها فهي ما يحتاج إنها تعترف، لأنه هذا الشيء واضح من يوم ما دخلت حياتي، وهذه الأيام كانت بالنسبة لي أجمل أيام حياتي، كان شعور أجمل مما تتخيلون، أجمل حب عشته وأجمل لحظات مرت علي، مرت على علاقتنا سنة كاملة أنا ميت في حبي لها، والله العظيم إنه من كثر حبي لها اعتمرت عنها، ومستحيل يمر يوم أو يومين ما أتصدق عنها، بالنسبة لي كان حب طاهر وشريف، والنية زواج. أذكر حتى أني كنت لمن أدعي أول اسم في دعائي يكون هي، ويشهد الله أني ما بغيت منها أي شيء غير أنها تكون لي بالحلال. طبعا في بداية حبنا كنت أنا أدرس في الجامعة وكان تخصصي بيطول شوي، فقررت أني أغير التخصص وأسافر أدرس برا، وهذا كله عشان أخلص في مدة أقل وبشهادة كويس علشان أقدر أرجع وأتقدم له. هنا تقدر تقولوا أني كنت غبي، أو يمكن زي ما يقولوا الحب أعمى. لعلمكم مرت سنة كاملة وعليها أنا لا شفت وجهها ولا قابلتها، وأكثر شيء وصلنا له مكالمات. المهم دخلنا في السنة الثانية وحنا سوا، وعلاقتنا ما في أجمل منها، مع أنه كنا في أغلب الوقت متهاوشين ومتزاعلين، بس كنت أرضى، كنت راضي بأي شيء يجي منه، وكنت أقول عادي بكرة بتصير حلالي وتنسى هذا كله، كنت أحاول أرضيها قد ما أقدر، كنت أعد هذه السنوات اللي أدرس فيها عشان أقول متى حتخرج، وكنت أبغى أتخرج بس عشان أتقدم لها. قررت أني أشتغل في نفس الدولة اللي أنا طلعت أدرس فيها، أو بمعنى أصح أجمع فلوس عشان أختصر على نفسي،
عشان أختصر على نفسي وأجمع فلوس زواجنا، والحمد لله شغلت فلوسي في كذا شغلة وصار عندي دخل شهري ثابت، طبعا هذا غير مصاريف اللي يرسلونها لي. كملنا سنتين مع بعض، وفي الفترة هذه كانوا يتقدموا لها خطاب، بس كانت تطمني بأنها هي جالسة ترفض العرسان. كنت أقول لها أنا حاسس أنك جالسة تضيعيني، إذا الموضوع يحتاج أني أوقف دراسة وأنزل عشان أخطبك أنا مستعد، ترى أنا جمعت مبلغ كويس وسويت علشانك أشياء مرة كثير، وما انتظرت حتى رد منها. على طول كلمت أهلي في موضوعي، فاتحتهم وقلت لهم أنه في واحدة أبغى أتزوجها، أبغى أخطبها، وإني أنا أحبها وما أبغى هالإنسانة تضيع من يدي، وحكيت لهم قد إيش أنا تغيرت وقد إيش أنا صرت إنسان حاسس بالمسؤولية، وإنه أنا حاليا قاعد أشتغل وقاعد أشغل فلوسي بس علشانها، ويا ريت إني ما أتكلمت. لأن هي كمان ردت علي قالت لي أنا باقي صغيرة وأبغى أكمل دراستي، واتطمن أنا ما رح أقبل بغيرك، بس لازم ترجع بشهادتك. بصراحة هنا ريحتني بكلامها شوي، ومرت أسابيع وأسلوبها كان معاي كويس، لكن فجأة تغير 180 درجة بدون أي مقدمات، وجلست تقريبا أسبوعين وبعدها جت قالت لي اسمع خلينا ننسى الحب اللي بيننا، أنا تعبت وكرهت نفسي، حاولت وقتها إني أرضيها بأي شيء. جلست أتأسف، ما أدري ليش أنا كنت أتأسف، بس يمكن علشان كنت خايف إنها تبعد عني، وجلست أعتذر عن كل شيء أنا زعلتها فيه، وترجيتها وأقول لها فهميني طيب بس يعني إيش السبب، لكن واضح إنها كانت أخذت قرارها لأنها قالت لي بس أبغى نبعد عن بعض وننسى كل شيء. كان ألزم شيء عندي راحتها ورضاها هالإنسانة، هالإنسانة ما كانت إنسانة عادية، أو على الأقل بالنسبة لي كانت بالنسبة لي كل شيء. عشان كذا يوم حاولت معاها بكل الطرق حسيت إنها متمسكة بقرارها، رضيت بالأمر الواقع، وبعدت. مرت شهور وإحنا بعيدين عن بعض، لكن كنت أراقبها من بعيد لبعيد، كنت دايما أقرأ محادثاتنا القديمة وأشوف فين كنا وكيف صرنا، إلين ما جاء يوم أرسلت لي وقالت أنا انخطبت وملكت وخلاص، يعني حدد وقت الزواج وكل شيء. معقولة هذا كله صار في أقل من شهر تقريبا؟ طيب وأنا وكلامك لي أول وينه؟ في هاللحظة بالذات أو في هذا اليوم اللي هي قالت لي ذا الخبر، جتني غبنة، زادتني انغبنت، حسيت إني كرهت كل شيء حولي، كرهت نفسي، سحبت على الجامعة فترة لدرجة إني حتى أخذت حرمان وانتكست حياتي فوق تحت. بس تقولون غبي، قولون مغفل، تخيل إن الشيء اللي أنتم تحبوه يضيع منكم كده في لحظة، كل الأشياء اللي كنت مخطط لها قاعدة تتلاشى قدام عيني، الشخص اللي أنت حبيته يروح لغيرك، غيرك يتهنى فيه وأنت تقعد كده، هذا الشيء يقهرك ويغبنك. بعدها قررت إني أحذف كل شيء يخصها على أساس إني بنسى وبتزين حالتي، بس للأسف ندمت إني حذفت محادثاتنا، لأنها ببساطة الشيء الوحيد اللي كان باقي لي منه، بس خلاص ما عاد ينفع. زواجها كان من كم يوم، الله يسعدها ويوفقها ويهنيها، كانت أجمل شيء بحياتي وأجمل إنسانة عرفتها، ممكن تكون راحت للي أحسن مني. أنا ما أبغى شيء من الدنيا ولا عاد أبغى شيء، كلامي هذا اعتبروه فضفضة أو أحد محتاج دعواتكم، ادعولي إن الله يطيب خاطري ويجبر كسري. وأختم كلامي بي ليتني حذفتها في هذيك الساعة ولا رجعتها، الله يجبر قلبك. وبس انتهت قصتنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، اذا عندكم قصص وتبوني اقولها ارسلوها لي على الانستغرام.